تحت شعار التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة، نظم مركز سيدة السلام احتفالاً باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة برعاية السيدة هدى المعشر وبحضور البطريرك فؤاد طوال والمنسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي لدى الأردن والعراق والمنسنيور روبرتو كونا القائم بأعمال سفارة الفاتيكان بعمان وعدد من الآباء الكهنة والراهبات وشخصيات رسمية وعامة وممثلي جمعيات ومؤسسات خيرية وذوي الأطفال منتسبي المركز. وأشادت راعية الحفل هدى المعشر في كلمتها بالدور الكبير الذي يقوم به مركز سيدة السلام للأشخاص ذوي الإعاقة ودور مؤسسيه والقائمين عليه وجميع العاملين فيه والخدمات الإنسانية التي يقدمونها، مشيرة إلى أن الاحتفال جاء أيضا بمرور 10 سنوات على الميثاق العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. هذا الميثاق الذي أسس منظومة الحقوق التي تضع العالم أمام مسؤوليته لإزالة جميع العقبات التي تقف عائقا أمام الاندماج الشامل ووصول كل واحد منا إلى أقصى ما أنعم عليه الله طاقة وإمكانية ليؤدي كل فرد منا ما أراده الله منه في حياته. فالحياة هبة من الله ثمينة وغالية. وشكر الأب شوقي بطريان مدير المركز في كلمته جميع الحضور، حيث أثنى على دعم جميع المؤسسات والأفراد للمركز، داعيا إلى ضرورة تقبل الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع ومنحهم الفرص التي يستحقونها، ومؤكدا على أهمية دمجهم في المدارس النظامية. أدرج هذا اليوم من قبل الأمم المتحدة في عام 1992، والهدف منه زيادة الوعي لهذا الشخص الغالي على قلب الله تعالى وعلى قلب المجتمع وعلى قلب كل البشرية. واليوم كان في عندنا أيضا حدث آخر، فقد قمنا بإعطاء جائزة لأفضل قصة ولأفضل رسمة تعبر عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد شاركت مدارس من الرهبات الوردية ومن بطركية اللاتين، وكان التفاعل جدا رائع، لأن الهدف المنشود هو أن ندمج الأشخاص ذوي الإعاقة في كل المدارس وأن نزيد وعي الأطفال الطبيعيين أن هناك أشخاص يختلفون عنهم ولكن متساوون معهم، فهم أيضا على صورة الله. استمرارية وبالمواظبة أسبوع وراء أسبوع كنا نشوف الفرق في هدول الطلاب، كنا نشوف تغيير في حماسهم، في تواصلهم، في تفاعلهم، في حبهم للألوان. فعلا لاحظنا أنهم وجدوا شيء يفرحهم، وجدوا شيء يعملوا يفتخروا فيه. كمان أيضا حاولنا نسخر كل الأشياء فنيا وتقنيا، شو إشي يقدر يناسب قدراتهم ويناسب تفكيرهم ويناسب الإنجاز اللي إحنا بدنا إياهم يوصلوا لإله. وفعلا زي ما بنشوف في نتاج المعرض قديش كان فيه نتائج مبهرة جدا، وقديش الأطفال افتخروا فيه، قديش أثر على عائلاتهم وبيوتهم جوا البيت إنه هذا الطفل عمل إنجاز، وقف قدام الناس وقدام لوحته وشارك بهذا الإنجاز. واشتمل الحفل على عدد من الفقرات الفلكلورية والوطنية ورقصات شارك بها أطفال المركز ذوي الإعاقة بالتعاون مع مدرسة الجالية الدولية ومدرسة راهبات الوردية بمرج الحمام. كما افتتح أيضا معرض للرسومات الفنية من أعمال الأطفال معبرين فيها عما يدور بفكرهم وخيالهم. وفي الختام تم تسليم جوائز مركز سيدة السلام للعمل الطلاب المتميز عن فئة المدارس، حيث جاءت هذه المبادرة على مستوى مدارس البطريركية اللاتينية ومدارس راهبات الوردية بهدف تشجيع اندماج الطلاب ذوي الإعاقة في المدارس النظامية وحث الطلاب غير المعوقين على تقبلهم والتفاعل معهم.